السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بالتوجهات الجديدة للدولة الجزائرية في ميدان إنتاج مادة الهيدروجين، الطاقة الخضراء، مادة الهيدروجين الأخضر، واللي كما نعلم أنه يتم إنتاجه بفضل ثلاث عوامل هامة جدا وأساسية. أولا عامل توفر المياه، واللي الجزائر تتوفر على مياه جوفية، مخازن مياه جوفية لا متناهية في الجنوب. والعنصر الثاني هو عنصر الشمس، الطاقة الشمسية، واللي متوفر مساحات كبيرة جدا، والوقت نتاع التعرض للطاقة الشمسية هو وقت كبير يعني في اليوم، إذا في الصحراء. إذا هذا العنصر الثاني. والعنصر الثالث هو توفر البنى التحتية لنقل هذه الطاقة الهيدروجينية من الجنوب باتجاه الأسواق في أوروبا. إذن هذه العوامل تخلي الجزائر في أحسن موقع لتكون دولة رائدة في ميدان إنتاج الهيدروجين الأخضر. إذن في هذا الميدان خليكم تتابعوا هذه التصريحات نتاع وزير الطاقة في الموضوع. والسلام عليكم. من جديد، للحصول على بدائل ومصادر طاقوية لمواجهة التحديات المناخية الحاصلة، الهيدروجين الأخضر أحد أهم هذه المصادر الطاقوية التي تتنافس الدول على إنتاجها. والجزائر تتجه لإنتاج الهيدروجين الأخضر باعتبارها تتوفر على الحقول الشمسية والمياه الجوفية وقاعدة لوجستيكية تجعلها دولة رائدة في تصنيع الهيدروجين الأخضر. إن الجزائر الغنية بمواردها الشمسية عازمة تماما على تطوير الطاقات المتجددة، وتستهدف بلوغ جزء معتبر من إنتاجها الوطني من الكهرباء عن طريق استعمال هذه الطاقات، حيث حددت لذلك هدف إنتاج 15,000 ميجاوات في آفاق 2025. إننا اليوم نواجه تحديا يتمثل في ضرورة الإسراع في تجسيد مزيجنا الطاقوي والتقليل من بصمة الكربون والبحث عن حلول مبتكرة لضمان مستقبل طاقوي مستدام. مع آفاق 2040 يتطلع مجمع سوناطراك لتغطية حاجيات الدول الأوروبية بنسبة 10% من الهيدروجين الأخضر، استراتيجية ترسم معالمها سوناطراك، خاصة مع الخط المباشر جالسي الذي يربط الجزائر بسيردينيا الإيطالية، والذي يمثل همزة وصل لتصدير الهيدروجين المنتج في الجزائر. الجزائر تستطيع أن تنتج ما مقداره 2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، أي بقيمة 10 مليار دولار كعوائد على تصدير الهيدروجين الأخضر. وبالتالي الجزائر ستستطيع أن تسيطر على الحصص السوقية خصوصا في القارة الأوروبية. يستطيع الهيدروجين الأخضر أن يكون بديل نظيف وآمن واقتصادي للطاقة الأحفورية التقليدية، نتكلم على الغاز والبترول. والجزائر في استراتيجيتها هي بلوغ مزيج طاقوي فيه 30% من الهيدروجين الأخضر. استراتيجية طاقوية جديدة تنتهجها الجزائر لضمان تنويع طاقوي بين الغاز والبترول والطاقات المتجددة، تنويع يمنح العديد من المزايا المناخية والاقتصادية.